ومن نيويورك ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية ياسر نور الدين. ياسر مرحبا، ماذا لدينا من تفاصيل حول هذه الجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس الأمن بشأن التوترات في الضفة الغربية المحتلة؟ تحياتي لك رغدة في البداية وللسادة المشاهدين. هذه الجلسة بدأت في تمام الساعة 11 بتوقيت نيويورك، وقد طالبت بها دولة الإمارات العربية المتحدة بطبيعة الحال بالتعاون مع المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية. هذه الجلسة رغدة، دعيني أقول لك بأن الكلمات بدأت بإحاطة من الأمين العام المساعد في الشرق الأوسط، والذي تحدث عن حل الدولتين والاعتداءات الإسرائيلية وأنه لابد من وجود وقف الإطلاق النار. بعد ذلك كانت هناك كلمات عديدة سوف نلخص بعضها، والأهمية أو أهمية النقاط التي جاءت فيها، مثل وزير الخارجية الأردنية الأسبق والذي تحدث أيضا عن مسألة رفض التهجير القسري، وأن كان هناك تعاون كبير بين مصر والأردن في هذه النقطة، والذي جعل من يعني هذا حقيقة وعدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. أيضا طلب بحل شامل وليس حل مؤقت، وليس التفكير لما بعد الحرب والانتظار لما بعد الحرب. أيضا كان هناك مستشار المجلس النرويجي للاجئين، والذي تحدث أيضا عن العدوان الإسرائيلي وكيفية أن هناك 8000 من الفلسطينيين تحت الركام، وأن إسرائيل تقوم بإبادة جماعية، كذا تحدث الرجل. لكن لنأخذ بعض الكلمات الهامة من ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تحدث عن مسألة المساعدات التي تدخل، وأن الولايات المتحدة الأمريكية في يعني مساعدة دائمة لدخول هذه المساعدات، والحرص الزائد على مسألة رغدة إيصال هذه المساعدات بالتعاون مع كل الدول المعنية والأمم المتحدة لإيصال هذه المساعدات إلى الفلسطينيين إلى أيديهم. لكن أيضا تحدث عن نقطة مهمة، وهي القلق مما يحدث في يعني قتل المدنيين، وتحدث أيضا السفير الإسرائيلي بعد ذلك عن إدانته لمسألة أن الأمم المتحدة لا تدين هجمات 7 أكتوبر الماضي حتى هذه اللحظة، وأسف على ذلك، وكأنه يعني يغض الطرف على كل هؤلاء الضحايا، كل هؤلاء الشهداء الذي تعدوا آلاف الآلاف. على أي حال، هذه كلمات مكررة من السفير الروسي في كل مرة، وهذه هي الأزمة الإسرائيلية، وقد تكون أيضا الأزمة الأمريكية، والتي تتحدث دائما رغدة على مسألة إدانة قوات الفصائل المقاومة الفلسطينية. كان هناك كلمة للممثل الفلسطيني، والذي عدد الهجمات وعدد المعاناة التي تعيشها أو يعيشها الفلسطينيون. أيضا كان هناك تخوف من الجانب الأمريكي في مسألة العنف الزائد من المستوطنين، وهذه النقطة رغدة قد تحدثت بها أيضا في الأمم المتحدة في مجلس الأمن سابقا، عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في المدنيين. بشكل عام دعيني أقول لك رغدة أن أيضا تحدثت، لا نريد أن نغفل الكلمة الهامة لممثلة دولة الإمارات، والتي تحدثت وهي السفيرة لنا نسيبة، والتي تحدثت أيضا أنها قد طالبت الإمارات بهذه الجلسة لبحث المساعدات والوصول إلى حل الدولتين، وأيضا مسألة إراقة الدماء في قطاع غزة. وبطبيعة الحال الكلمات حتى هذه اللحظة مستمرة، لكن دعيني أقول لك رغدة أن الكلمات تعتبر هي نسخ من الكلمات السابقة. كان مجلس، وهذه كانت نقطة مهمة تالية كنت سأسألك عنها ياسر، ما الذي يؤمل من جلسة مثل هذه تبدو فيها الكلمات متشابهة تعكس الآراء التي باتت أو المواقف الرسمية التي باتت واضحة لكل دولة مما يدور في فلسطين المحتلة؟
يعني كشف الغطاء عن الدول التي هي معنية بالفعل بهؤلاء الشهداء، وبين من فقط يتصدقون بالحرية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. حتى في مجلس الأمن الفائت التي تحدثت عنه رغدة في مطلع حديثك، كانت امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت ولم تستخدم حق الفيتو، ولم تقول بأنها تريد إدخال المساعدات بشكل وتوافق على مشروع القرار أيضا الذي كان مقدما من دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع المجموعة العربية والإسلامية. المؤمل ليس مؤملا أي شيء، أقول هذه الكلمة ليست من عندياتي رغبة، ولكن المتابع لكل جلسات مجلس الأمن والمتابع للسياسة العالمية، يعني تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطي المجال إلى إسرائيل أن تنهي المهمة داخل قطاع غزة، ويعني تقوم بشرب العديد من الدماء حتى تشبع. حتى هذه اللحظة لم تستوفي إسرائيل العملية العسكرية من وجهة نظرها. كل هؤلاء الشهداء، كل هؤلاء الأطفال، أكثر اليونيسيف قد تحدثت عن أكثر من 10,000 طفل قد ألزقت أرواحهم، العديد والعديد من الشهداء كل يوم بل كل دقيقة. ولكن كل هذا الولايات المتحدة الأمريكية تريد رغدة أن تفسح المجال، هي التي تقدم الأموال والذخيرة، ومن وراء ذلك تتحدث في مجلس الأمن بأنها لا ترضى عن عنف المستوطنين. كيف أنها لا ترضى عن عنف المستوطنين وفي نفس اللحظة توافق على كل هؤلاء الشهداء الذين تقتلهم أو يقتلهم جيش الاحتلال؟ على أي حال، يعني لا نخرج بعيدا عن السياق، ولكن نتحدث عن الشارع الأمريكي والذي كان بالأمس، كانت هناك مظاهرة غاية في الكبر، كانت كبيرة للغاية. هذه المظاهرة ليست الأولى، ولكن منذ 7 أكتوبر والمظاهرات والشارع الأمريكي ليس منفصلا عن مجلس الأمن وليس منفصلا عن الأحداث. هذه المظاهرة كانت كبيرة، قام المتظاهرين في وسط مناهاتهم بالتجول ببعض المشاهد الرمزية لحمل الأكفان للأطفال والسير إلى ميدان تايمز سكوير، وأيضا الهتاف ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد الإدارة الأمريكية. على أي حال، اختصارا لكل هذا الكلام، دعيني أقول لك رغدة بأن هذه الجلسة سوف تكون كسابقها كسائر الجلسات السابقة. ليس هناك يعني أي جديد سوى كلمات فقط تدغدغ المشاعر، وبالتالي لا نتوقع أن هناك تصويت على أي مشروع قرار من أي نوع لإحتواء التوتر في الضفة المحتلة. ليس هناك أي مشروع، حتى أن يعني الممثلين الرئيسيين للدول لم يأتوا لهذه الجلسة. على سبيل المثال، الممثلة للولايات المتحدة الأمريكية حتى الممثل الفلسطيني، ليس عدم اهتمام بما يحدث في مجلس الأمن، ولكن قد يكون لأهمية هذه الجلسة التي لن تكون سوى خطابات فقط توجه من خلال مجلس الأمن. وهذا أيضا يقودنا إلى نقطة غاية في الأهمية رغدة، وهي مسألة إخفاق مجلس الأمن وإخفاق الأمم المتحدة بشكل عام، والانتقادات التي توجه إلى الأمم المتحدة، واستحواذ فقط 5 دول كبرى على القرار وحق الفيتو في الأمم أو في مجلس الأمن تحديدا، وهذا ما يعيق كل القرارات التي تصدر من مجلس الأمن. شكرا جزيلا لك من نيويورك على كل هذه التفاصيل، ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية.